السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سارة سبيت من الشغل. بكالوريوس تقنية معلومات تخصص إدارة الشبكات، ماجستير في إدارة نجوم المعلومات. وإن شاء الله حكون معكم في الكورس حق الويب ديزاين اللي هو تصميم مواقع الويب. إن شاء الله حنكون مع بعض لحد ما نكون كلنا جود ويب ديزاينر. نطلع من الكورس إن شاء الله كلنا مستفيدين وكلنا قادرين نكون على الأقل إنه إحنا نقدر ننشئ صفحة ويب خاصة بينا، إحنا نصممها في التصميم اللي إحنا حابينه بالشكل اللي إحنا عايزين. طيب، أي شخص حالياً قاعد معانا في المحاضرة وقاعد يسمعني هو شخص حابب إنه هو يكون مصمم، حابب يكون عنده بصمته الخاصة أو موقعه الخاص أو تصميمه الخاص في المواقع. طيب، إحنا أي حاجة لما نكون عايزين نبدأها لازم تكون عندنا نقطة بداية كويسة جدا، متينة جدا، قوية جدا، على أساس إنه بناء على الأساس المتينة اللي إحنا حنأسسه من أوله حنبني عليها باقي الخطوات، على أساس إنه إحنا يكون مشوارنا أو طريقنا صحيح 100%. طيب، في الفصل الأول أو محاضرة اليوم إن شاء الله حنتكلم عن إنه إحنا كيف حنبدأ أو من وين حتكون نقطة البداية حقتنا. إن شاء الله أول ليكتشر حقنا بعنوان Where do I restart؟ What does a web designer do؟ أنا كويب ديزاينر أو أنت كويب ديزاينر إيش مفترض تعمل؟ أو الحاجات أو مهامك اللي أنت مفترض تعملها هي شنو؟ طيب، قبل ما أنا أعرف المهام حقتي شنو، أنا مفترض أعرف يعني شنو ويب ديزاين. أنا كويب ديزاينر لازم أفهم يعني شنو ويب ديزاين. أنا بس يعني ويب ديزاين هل معناه إنه أنا حجيب صفحة ويب وحصممها وكده؟ لا، ما بالطريقة. طيب، قال لي ويب ديزاين encompasses many different skills and disciplines in the production and maintenance of websites. قال إنه الويب ديزاين هو بيشمل لي عدد من المهارات والقواعد أو الرولز في حاجتين، في حاجة البرودكشن أو بمعنى الكرييشن، إنه أنا بنتج لي أو بنشئ لي موقع أو تصميم من الصفر، أو المينتنانس أوف ويب سايت، أو إنه أنا عندي أوريدي ويب سايت بعمل له مينتنانس، إنه أنا بحافظ عليه، أو بعمل له ديفلوبمنت، إنه أنا بطوره من ناحية إنه أنا بعمل له أبديتد، أو إنه بعمل له إمبروفمنت بحسن. طيب، الحاجات دي كلها كيف حتكون؟ إن شاء الله في محاضرة الليلة حنتكلم عن كل حاجة باي ديتيل. Okay. Over the years, the term web design has become a catch-all for a process that encompasses a number of different disciplines, from user experience design to document markup to serious programming. قال لك من على مر السنوات المصطلح حق الويب ديزاين هو بيصبح شامل لي كل العمليات اللي بتشمل لي عدد من شنو قلنا من الرولز أو القواعد المختلفة. عندها ثلاثة مراحل أساسية اللي هي أول حاجة اليوزر اكسبيرينس ديزاين للدوكيومنت مارك اب لشنو السيريس بروجرامينج. طيب، اليوزر اكسبيرينس ديزاين اول مرحله، يعني شنو اليوزر اكسبيرينس ديزاين؟ اليوزر اكسبيرينس ديزاين يعني تجربه المستخدم مع الديزاين، يعني سهوله المستخدم انه هو يقدر يتعامل مع التصميم حقك او الموقع حقك، سهوله المستخدم انه هو يقدر يفهم التصميم حقك او الموقع حقك، وشنو سهولة حصوله على النتائج اللي هو حابب يتطلبها. يعني قدر الإمكان أنا بحاول إنه أخلي التصميم حقي أو الموقع حقي كويس وسهل الاستخدام، علشان إنه اليوزر اللي بيستخدمه يكون خاطيه as a favorite website، إنه هو يرجع يستخدمه أو يرجع يخده ك first option بالنسبة له إنه هو يجي يستخدمه مرة ثانية. الحاجة الثانية اللي هي شنو؟ اللي هي الدوكيومنت مارك اب، اللي هي بمعناها أو فيما معناها اللي هي ال HTML. تمام؟ يا جماعة ال HTML هو عبارة عن ديزاين لانجويج، وليس هو عبارة عن بروجرامينج لانجويج، هو ما لغة برمجة، هو عبارة عن مارك اب، هو عن هيكل أو عن توثيق لشنو؟ للويب ديزاين. وآخر حاجة اللي هي المرحلة الأخيرة اللي هي سيريس بروجرامينج، اللي هو المقصود بها الجافا سكريبت اللي هي البروجرامينج العادية. طيب، قبل ما أكمل إحنا في حاجات لازم نكون عارفينها. الأساس ده إحنا لازم نكون عارفينه.
خلينا اكبره على الفيو. عندنا ثلاثة مراحل، أو نقول شنو الفيسز of web design. أول مرحلة عندي اللي هي شنو، اللي هي ال HTML، اللي هي اختصار لشنو، اختصار ل Hyper Text Markup language. تاني حاجة اللي هي شنو، اللي هي CSS، اللي هي اختصار ل كذا قاعدين style sheets. وثالث حاجة اللي هي الجافا كيف، واللي هي معناها شنو، ما عندها اختصار شر. طيب الخطوات كالعادي، ال HTML بتمثل لي شنو، بتمثل لي ال structure، بتمثل لي ال structure حق ال web design. وعندي ال CSS بتمثل لي شنو، ال style او ال presentation. والجافا سكريبت اللي هي بتمثل لي شنو، بتمثل لي ال behavior او ال action. ال behavior او ال action، تمام. طيب في ثلاثة حاجات الأساسية في إنه إحنا نعمل لنا شنو صفحة ويب أو نعمل لنا ويب ديزاين. أول حاجة إنه أنا لازم أعمل HTML، بعد ما أنا أعمل structure حقتي أو أعمل الماركب أو الدوكيمنت ماركب، بعدين بجي بعمل شنو؟ بعمل له styling البريزنتيشن اللي هو الكالر أنا عايزاه، الصورة اللي أنا حابة أضيفها، المالتي ميديا بصفة عامة. وثالث حاجة اللي هي الجافا سكريبت اللي هي بتمثل لي شنو الأكشن، يعني أنا مثلا حابة أنتقل من صفحة لصفحة، يعني مثلا أنا لما أضغط على الصورة الفلانية مثلا بتتنقل لي صفحة تانية. For example أنا لما أضغط على Home Page بيجيني Home Page. For example في Facebook أنا لما أضغط على البروفايل بيجيني صفحتي حقة البروفايل الخاص بي. لما أضغط على Home Page بيجيني Home Page. لما أضغط مثلا الأبس على جنب بيجيني الأبس. فدي هي كلها بيتحكم بيها منه، بتخصص بيها أو بيتحكم بيها اللي هو الجافا سكريبت. تمام، ثلاثة حاجات دي أساسية إحنا لازم نتناقشها. HTML اللي هي اختصار ل Hyper Text Markup Language، واللي هو ال structure بتاعي، العظم بتاعي. بعدين عندي CSS اللي هي اختصار ل كذا قاعدين style sheets اللي هو بيمثل لي ال presentation، وال JavaScript اللي هو بيمثل لي شنو ال behavior. طبعا دائما بيكون عندنا إحنا هنا بيمثلوه لنا بثلاثة أمثلة، بيقول لك إنه ال HTML هو العظم حقة اليد for example، و CSS اللي هو الجلد يعني شكل اليد من برا، والجافا سكريبت هو حركة اليد، يعني إما أنا مثلا بقدر أحرك يدي أو بقدر أحرك أصابعي أو أنا بقدر أمسكها. فكده كلها مع بعضها شكلت لي شنو، الديزاين حق اليد. فهو نفس الفهم هنا، كده كلها على بعضها شكلت لي شنو، الديزاين حق حق الديزاين. تمام، هي كده أول نقطة إحنا خلصنا منها. طيب نرجع نكمل حاضرتك. طيب بعد ما إحنا فهمنا المراحل حقت الويب ديزاين، فهمنا الويب ديزاين فهم شنو، حاليا إحنا مفترض نعرف إنه بيقول لك شنو. الويب ديزاين كان separated into four categories، عندها أربع أقسام أو أربع مراحل. أول حاجة اللي هي الديزاين، اثنين development، ثلاثة الكونتنت استراتيجي، أربعة اللي هي المالتي ميديا. طيب دي أربع أقسام مهمة، اللي هي القسم الأول الديزاين، إنه أنا بعمل ويب ديزاين عشان أنا أصمم، بصمم لي موقع من أول وجديد. الديفلوبمنت اللي هي أنا بطور الموقع بتاعي. الكونتنت استراتيجي اللي هو المحتوى حق الموقع بتاعي لازم يكون ملفت للنظر أو يكون شيق، بحيث إنه
اليوزرز بتاعي يكون عندهم يشدهم او يلفت انتباههم لان هم يستخدموا الموقع بتاعي او يستخدموه تاني او يجهزوه. المالتي ميديا فيما معنى انه انا اضيف صور، اضيف فيديوهات، اضيف اعلانات، اضيف اوديو فيديو، المهم التفاصيل دي كلها اللي هي شنو بتزيد لي لفت انتباه الناس او بتخلي تصميمي للموقع يكون افضل. تمام. فالشيء الاول او السلايد الاول بيقول لنا شنو، بيقول لنا انه فهم الويب ديزاين، انه الويب ديزاين هو بيشمل لي عدد من الاسكالز والديسبلاينز في حاجتين، في البرودكشن اللي هو الكرييشن والمينتنس اوف ويب سايت اللي هي انا بعمل كاني ديفلوبمنت او بحافظ على الويب سايت بتاعي. ما ممكن انا اعمل ويب سايت واخليه كده ما اطور وما اعمل فيه اي حاجه، طبعا في النهايه الناس حتجهز من استخدامه وحتشوف لنا واحد ثاني. ثاني حاجه انه قلنا عنده ثلاثه مراحل اللي هي شنو، اليوزر اكسبيرينس ديزاين فيما معناه انه انا احاول اخلي الديزاين بتاعي يكون سهل الاستخدام وسهل الفهم بالنسبه او من قبل المستخدمين. الثاني حاجه الدوكيمنت مارك اب اللي هي قلت فيما معناه اللي هو الاتش تي ام ال. الاتش تي ام ال از نوت ابا ات نوت بروجرامينج لانجويج، از مارك اب لانجويج. تمام. اخر حاجه اللي هي سيريس بروجرامينج اللي هو قلنا فيها هي شنو، اللي هي الجافا سكريبت. طيب الكاتيجوريز حقت الويب ديزاين هم اربعه اللي هي الديزاين، الديفلوبمنت، الكونتنت استراتيجي، والمالتي ميديا التصميم، التطور، المحتوى، استراتيجيه المحتوى، وشنو المالتي ميديا اللي هي زي ما قلت الميديا حقتنا معروفه اللي هي الصور والفيديوهات واي اعلانات ممكن هي تعمل لي شنو، تزيد لي او تكون لي تصميم افضل. طيب هنا جيت اتكلم عن كل واحد اللي هي الديزاين. قال لي هنا حاليا العنوان حقنا في الشيد او في السلايد ده كان شنو، انه الويب ديزاينر حيعمل شنو. هنا كان بس بيشرح لك الفهم العام للويب ديزاين، هسه حاليا بيوريك مفترض يعمل شنو. طيب المرحله الاولى اللي هي الديزاين، الديزاين فيها شنو، identify the site called, how it will be used and how visitor move throughout the site. قال لك اول حاجه فيها ثلاثه حاجه، انه انا بعرف الهدف حق السايت، انا ليه عامله الموقع ده. تمام. كيف انا ممكن استخدمه وكيف المستخدمين او الزوار او اليوزر حيتنقلوا خلال السايت. الثلاثه حاجات دي لازم انا كويب ديزاينر اخذها في بالي. تمام. مثلا انا عندي كاستمر جاني قال لي والله انا عايز اعمل اونلاين شوب. طيب انا الجول بتاعي انه اونلاين شوب، معناه انا حارض بضاعه. تمام. حارض برودكت، اي برودكت تحت حيكون فيه ديسكريبشن، حيكون فيه برايس. تمام. مثلا حيكون فيه بحيث انه هو لو ضغط البرودكشن ده او ضغط البرايس ده مثلا يقدر يدفع عن طريق اونلاين او يطلب اوردر. تمام. دي الحاجات كلها شنو، هي تحت الجولز حقتي. تمام. طيب انا كيف حيستخدمه، how it will be used في المرحله الثانيه بعد ما انا عرفته عايز يعمل اونلاين شوب. طيب كيف حيستخدمه، مثلا بحيث انه هو لما يدخل الموقع الفلاني حيكون عندي أكثر من categories، for example for men, for women, for babies, accessories and so on. مثلا لما أنا أخش for men الكاتيجوري حق الرجال، فجأة أجي مثلا جوا ألقى for example t-shirts, shoes, whatever. مثلا برضو أخش كده، في النهاية بيكون في categories، في كل category في النهاية حاجة ألقى جوا صور كثيرة، في كل صورة مثلا حقت جزمة تحط فيه ديسكريبشن، مثلا جزمة لونها كده، مقاسها كده، سعرها كده، بحيث انه هو لو عمل كليك عليها طوال شنو بيس يعني بيجيه مثلا انه انت عاوز تطلب الاوردر ده والبرايس حقها كده والتفاصيل حقها كده. وكيف الفيزيتور يقدر يتنقله، زي ما قلت لكم انه مثلا هو بيمشي يختار قسم معين، قسم الرجال فور اكزامبل، طيب في الرجال عايز ياخذ شنو السايزات، التفاصيل انه هو كيف يتنقل من حاجه لحاجه. طيب قال لك التاسك دي كلها او المهام الثلاثه اللي احنا شرحناها فوق او الحاجات دي كلها بتكون تحت ثلاثه رولز او ديسبلاينسز، اللي هي اول حاجه شنو، الانتر اكشن ديزاين. الانتر اكشن ديزاين اللي هو فيما معناه شنو، اللي هو التصميم التفاعلي. بما معناها قال لك ميك ذا ايزي، ميك ذا سايت ايزي افيشنت اند ديسفول فيوز، اللي هو قال لك شنو ثلاثه حاجات، انا لازم الديزاين حقي يكون شنو، اول موقع حقي يكون سهل الاستخدام، يكون فعال
بيديني قيمة، بيكون ممتع أو ملفت للنظر لي، إنه أنا مثلا بكون مستمتع أو أنا مثلا قاعدة أتنقل في الشوب ده for example، في الأونلاين شوب بكون excited شديد for example النيو برودكتس الحاصلة شنو أنا عايزة أشتغل ده أو عايزة أشتري ده أو عايزة أخش كده وده. لما أنا أوفر الثلاثة حاجات إنه هي الحاجة دي تكون سهلة الاستخدام أو الحاجة دي بتدير ريزلت ظابطة كويسة شديد أو إن الحاجة دي ممتعة من ناحية الديزاين تصميمها سهلة الاستخدام الحاجات دي كلها بتعمل بتكون شنو؟ بتكون شنو interaction design. يعني شنو interaction design؟ تصميم تفاعلي، يعني أنا كيوزر بقدر أتفاعل مع الموقع ده بكون excited شديد وبديك الرياكشن بتاعي والتفاصيل كلها. تاني حاجة اليوزر انترفيس ديزاين اللي هي اختصارها اليو اي، focused on the functional organization of the page and tools for example button, links, menu and so on. قالك هنا بيركز على شنو اليوزر انترفيس ديزاين، هي الواجهة حقة اليوزر. يعني انا مثلا for example جيت اخش الفيسبوك، طيب انا قبل ما اخش الفيسبوك بيجيني الواجهة بيقول الانترفيس اللي بيجيني شنو، انه for example your email your password تمام، بعدين في بوتن كده زر حق شنو sign او login تمام، تحت بيكون مثلا سؤال you don't have an account okay sign up. في النهاية بتضغط sign up بتمشي شنو، بتمشي ل link تاني بيوريك شنو، بيديك استمارة انك انت مثلا تدخل ال informations الخاصة بك عشان شنو، عشان تعمل account new account في شنو في الفيسبوك. فهو بيركز على شنو، على الفانكشنال اورجانيزيشن، الفانكشنال اورجانيزيشن اللي هي فيما معناها اللي هي الحاجات الوظيفيه او اللي بتديني وظيفه. يعني انا لو ضغطت على البوتن الفلاني، ضغطت على البوتن حق لوجن بيدخلني شنو لمثلا للفيسبوك، اللينك مثلا لو ضغطت على اللينك الفلاني بيدخلني شنو، بيدخلني في اليوتيوب اشوف الفيديو الفلاني، لو ضغطت على المنيو الفلاني for example ضغطت على المنيو حق الكاتيجوري حق التيشيرت for men حيدخلني على صفحة التيشيرت اللي هي أنا مثلا بشوف فيها كل الأشكال والألوان اللي أنا عايزاها. ثالث حاجة اللي هي user experience design، نفسها شرحناها في السلايد اللي قبل شوية قلت لكم حنتكلم عنها. قال لك شنو user experience design ensures that the site is reverable based on understanding users and user needs through observation and interviews. كليك بتعتمد على شو، زي ما انا قلت لك لازم اكون مركزة على انه الموقع بتاعي يكون سهل الاستخدام، يكون سهل التعامل معه، بيديني نتيجة مرضية عشان انا اليوزر بتاعي او الكستمر بتاعي يكون شنو، يخليه favorite site بالنسبة له انه هو يرجع يستخدمه اكثر من مرة. فهو اليوزر experience design بتعتمد على شنو، الunderstanding حق اليوزر والneeds حقة اليوزر تمام، انا فهم اليوزر للموقع بتاعي او الديزاين بتاعي واحتياجاته شنو. طيب انا حعرف احتياجات اليوزر كيف، او فهم اليوزر شنو من ناحية شنو، من ناحية المراقبة او الملاحظات او المعاينات ومن ناحية الانترفيو. فور اكزامبل انا قاعدة اشوف انه مثلا قاعدة اعمل دراسة بينه وبين نفسي انه انا عندي سامبلز من اليوزر، انه انا عايز اعمل اونلاين شوب ويب سايت فور اكزامبل تمام، قاعدة أشوف مثلا بخش أشوف الناس كيف قاعدة تتعامل مثلا for example مع أمازون تمام، كيف قاعدين يشتروا، كيف قاعدين يتعاملوا مع الحاجة دي، هل هم مرتاحين مع الحاجة دي ولا ما مرتاحين مع الحاجة دي كده. برضو بحاول أشوف المشاكل اللي هم ما قادرين يتفادوها تمام. for example برضو أنا عاملة website already for myself تمام، اللي هو online shop website. برضو أنا عايزة أعمل improvement أو development للويب سايت بتاعي. طيب أنا شايفة إنه الناس بقت ما قاعد تستخدم اليوزر الويب سايت بتاعي، اليوزرز قاعدين يقلوا تمام. كل فترة والتانية أنا بحاول، بيكون دائما بيكون عندنا استبيان أو كوتشنر إنه مثلا قيم الموقع ده أو قيم الحاجات دي، أو مثلا بيكون في بار معينة بزول مثلا بيكتب فيها الكومنتس حقتهم أو التفاصيل حقتهم إذا عندهم أي حاجة سلبية أو سواء كانت positive أو negative about الويب سايت تمام. فأنا عشان أنا أفهم اليوزر وأفهم احتياجاتهم بفهم عن طريقة الحاجتين دي. يعني أنا ما أصمم موقع وأخليه،
لا انا لازم اكون بسعى في انه انا ارضي احتياجات الكاستمر بتاعي او اليوزر بتاعي، عشان شنو؟ عشان الموقع بتاعي يكون دائما في حاله شنو، في حاله فيفربل، انه هو دائما يعني مفضل عند اليوزرز، او يكون استخدامه شنو